مصير مجهول تواجهه عائلة الحي الكولوني خميستي محمد برويبة شرق العاصمة بعد قرار الطرد الصادر في حقها، بالرغم من أن سكانه يحوزون على وثائق ملكيته منذ الستينيات، إلا أن هذا لم يشفع لهم بشيء. مشكلة نحن يا هذا سيد، رانا معه 10 من 66 وحنا معه هنايا. دوكا كي شرا تراب، دوكا شراه ريغلو، شراه بالاخر بالحيل، شراه بالاخر راه رزقه. بصح هذا كي بدا دوكا يريبنا في الديار، ديجا وليك جارنا واحد الاولاني ديجا بدا فيه دوكا يا وعد الحق لينا. الانسان هذا يلي هو زبيب احمد شرا في 2007 تراب، في 2008 رفع لنا دعوه قضائيه، قال انتو ما جيتو في 2008 وصدمتوا التراب تاعي، والحقيقه غير ذلك. راه عندنا وثائق تثبت باللي رانا لهنا من 1966، وحنا راه يقول السيد هذا مول تراب باللي الناس هذو في 2008 وحنا محصيين في 2007. السكان اعتبروا القرار تعسفا في حقهم، خصوصا في ظل تجاهل المنتخبين المحليين للحاله المزريه التي يعيشونها حسبهم. قلت لك هذا حكم استعجالي، وحنا كل قضيه عندنا 4 ملايين 5 ملايين ما نخدموش المحامي. رحنا البلديه هضرنا معهم، قال لك يا ودي ديروا واش لازم ديروا، عندكم بروسيدور ديروها ديروها ومن بعد نشوفوا واش كاين. ما عليناش، زدنا روحنا للولايه، قال لك مول التراب هو يدبر راسه. اللي شرى تراب هو يدبر راسه بكم. علاه الجواب ما يكونش؟ السؤال هنا يبقى مطروح، علاه الجواب ما يكونش؟ علاش؟ كل انسان له حق في السكن. إعادة النظر في قرار الطرد وتسوية وضعيتهم هو مطلب هؤلاء. نحن واش رانا نطالبوا يا اختي؟ رانا ديرونا حل في المشكله رانا فيه. هذه هي ديجا نرمموا بلا شرع بلا طرد يخزوا، والبلديه تعروي بجميع البناءات الهشه، راحت شافتهم وعاينتهم ودرت الواحد ما طلع علينا هنايا. وعلى الله اعلم راهم ديكلاري باللي هنا ما كاش كاع السكان. الشروق نيوز حاولت إيصال انشغالهم للمسؤول الأول عن بلدية رويبة، غير أننا قبلنا بهذا الجواب. رئيس البلدية قلت لك رئيس البلدية راه غايب. أمين نعم. قلت لك راه مالادي. كاش ريسبونسابل؟ ريسبونسابل قلت لك نهضر معاهم، أنا نهضر معاهم. روح هضر معاهم راشد، أنا هكذا. روح هضر معاهم نقول لهم اللي يدخلوا. معليش. روح أنا كيف نروح قلت لك واحد هكذا نجيبو نقول له هكا هضر معاه، هذا راه النائب رئيس. ماشي سبحان الله. ليبقى بهذا مصير العائلة مجهولا إلى إشعار آخر.